السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أنا أعمل على برنامج الريفت المعماري، ومطلوب مني العمل على برنامج الريفت لكن بتقنية البيم. ممكن تنزل ورشة عمل للريفت بالاعتماد على البيم، أو بمعنى آخر طريقة إدخال المعلومات الصحيحة على الريفت للوصول للبيم؟ هحط لك رابط أسفل الفيديو دوت عن ورشة إحنا كنا عملناها، عن ورشة تطبيق عملي على الريفت المعماري. هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. لكن هي الفكره كلها في نقطه واحده، ان انا بدخل المعلومات صح. يعني دلوقتي في فينش ولا مفيش فينش؟ في فينش، هدخل المعلومه بتاعه الفينش، تمام؟ وهكذا. يعني انت مثلا في معلومه معينه عندك دخلها، هي تلاقي كده كل الشغل بتاعك بقى مظبوط. بمعنى ايه؟ الـ الـ الخصائص بتاعه العناصر، هتلاقي الكلام ده في الورشه بتاعه الريفت وركشوب ديت موجوده بالتفصيل. الموضوع مش صعب ولا في اي مشاكل خالص. الفكره كلها ان انا وانا شغال اي معلومه عندي بحطها مظبوطه. الناس بتعمل مشكله ليه الشغل على الريفت كتير جدا ما بيبقاش بيم؟ لان الناس بتستسهل وتعمل بس الشكل ثلاثي الابعاد وخلاص، ما بتدخلش الانفورميشن مظبوطه. واغلب الشغل بيبقى جينريك موديل، يعني ما بيحطش حتى الكاتيجوري مظبوطه. فلما تيجي تدفي او تقيد اللي هو الفيزابيليتي بتاع الحاجه اون واوف، بتلاقي الحاجات مش معانا مظبوطه. يعني يكون مثلا في روف وهو يروح عاملها جينريك موديل، فتيجي تقفل الروف تلاقيها لسه موجوده، فتحصل مشاكل. فهي كلها تتلخص في كلمه واحده، الاحسان، ان انا بحسن وانا شغال. فلو في معلومه لازم احطها، في معلومه هتفيد في الموديل هحطها، في مثلا ماتيريال موجوده بدخل واظبط الخصائص بتاعه الماتيريال. خلي بالك ان الكلام ده بياخد وقت بس شويه في الاول، انما بعد كده هتبقى عندك المكتبه بتاعتك جاهزه. اول ما تبدا اي مشروع في التمبليت هتلاقي كل حاجه جاهزه، وانت بترسم معاك على طول. انما مثلا يكون ايه، ارسم كل الحوايط كلها 200 بس ما فيش لا فينش وما فيش انفورميشن وما فيش اليو فاليو، مفيش حاجه خالص، دي مشكله. انما لو واحد ركز في الشغل ودخل المعلومات مظبوطه هو كده عمل بيم. يبقى الفرق بين البيم وهي حاجه ثانيه، ان انا بعمل انفورميشن بيلدينج انفورميشن مانجمنت، فانا لازم ادخل المعلومات مظبوطه. هتلاقي في الورشه دي بالتفصيل كده لكل عنصر احنا خدناه، مثل الورشه ديت اللي انا رشحها لك، النبش طويله والكتاب بتاعتها منظمه. فهتلاقي بدانا مثلا بحاجه معينه خلصناها دخلنا في اللي بعديها. يعني في الاول بدانا ازاي ندخل ملف الاوتوكاد، ولازم طول ما انت شغال ملف الاوتوكاد خلصته احذفه، تمام؟ لانه هيتقلك. دي من ضمن الحاجات، ان انت ما تحطش حاجه ملهاش لازمه، ما تحطش حاجه هتتقلك. هتلاقي مثلا حاجات خاصه بالنمذجه الاعمده، لا تلاقي حاجات بالحوايط، تمام؟ الحوايط مثلا ساعه كامله بنشرح فيها ازاي نعمل حوايط، طولنا شويه بس ده سهل علينا بعد كده في الخطوات اللي بعد كده، تمام؟ الاعمده مثلا خدنا 41 دقيقه، فامشي عليهم خطوه خطوه وطبق، وان شاء الله تلاقي النتيجه. وانت شغال كل حاجه فكر فيها، انا عايز اعملها مظبوطه، مش عايز اكروت. فكره الكروته، تمام؟ كان في حد بيقول لي مشكله الريفت ان انا مش عارف اكروت فيه. انا متعودت على الاوتوكاد وبعرف اكروت فيه. قلت له ممكن نعمل لك كورس اسمه كروته في الريفت، نقدر نكروت. نقدر نكروت، لكن هيعمل لنا مشاكل بعد كده. يعني لو انت في مرحله الديزاين وكروت، فهتصعب الشغل على اللي جاي بعديك في الشوب درونج ويد عليك. يعني مش عايزين حد يدعي عليك، تمام؟ بالتوفيق ان شاء الله.